قدم الريف ثم قدم قافلة لم تتوقف من هؤلاء الأبطال الأحرار من هذا الجيش العرعبة من هذا الجيش الطويل الكبير من هذا الجيش الذي يمثل كل القوى اللبنانية الوطنية دفاعا عن الأمة العربية وليس دفاعا عن مكسب في وزارة أو مكسب في برلمان. يكفي أن أتذكر ما كنتم تقولونه ولا زلتم تقولونه. أنتم فتحتوا لنا دوركم قبل أن تفتحوا لنا دوركم، وهذا في حد ذاته يعني الكثير والكثير، وهو يعطي للأمة العربية الأنسولة الحية، ثم يعطي للأمة العربية المثل والقدوة، وثم يعطي مرة أخرى وشيئا أهم